اهلا بحضراتكم في فقره الحواريه الاولى. دايما منورنا اتنين من النقاد الكبار جدا على المستوى الرياضي وخاصه كره القدم. منورنا اكيد الاستاذ جمال الزهيري. اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هاني. طبعا الاستاذ محمد القوسي اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن هاني. منورنا دايما. انت منور دايما بتيجوا في الاجواء سخنه وان شاء الله الدنيا هتولع. انا عارف حظيت ان انا موجود كمان مع واحد من اساتذه النقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري. انا سعيد بوجودي معاك يا قوسي طبعا ومع كابتن هاني على طول. ربنا يخليك. ان شاء الله تبقى حلقه مميزه ان شاء الله. بنحاول بقدر الامكان احنا وقتنا بيبقى صغير شويه لكن بنحاول نتكلم في كل القضايا. قبل ما نتكلم في اي قضيه طبعا لسه من دقايق انتهاء مباراه نادي الزمالك والمصري بفوز نادي الزمالك 1-0. لكن كان في احداث مؤسفه جدا خلال وبعد المباراه كمان. يعني موقف كان صعب جدا وموقف كان عليه علامات استفهام كتيره جدا ان يعني فرجاني ساسي بشكل واضح وصريح بيتعدى لفظيا على الحكم وكمان بيتعدى بلمس الحكم. يعني شفتوا الموقف ده ازاي؟ يعني الحقيقه مشهد غريب جدا، مشهد غريب على الملاعب. لكن عايز اقول كلمه في البدايه يا كابتن هاني، يعني اذا كانت اداره النادي بتعطي تصريح للاعب انه اذا حكم لمسه يضربه بالقلم على قفاه، فطبيعي جدا ان اللاعب، وده كلام موجود ومسجل ما حدش يعني بيألفه، يعني تصريح رسمي، لو اي حد مسك للعيبه الزمالك اضربه. فالنهارده شفنا ده ساسي بينفذ ده على ارض الواقع وتقريبا يعني بيجيب الحكم من قفاه وسمعه. كان الحكم امين عمر طبعا. طبعا كان حكم امين عمر طبعا انذار وبعد كده كارت احمر. اعتقد ان دي يعني واقعه مهينه جدا للتحكيم، مهينه جدا للجنه الخماسيه. ان لم يكن هناك ردع قوي وحمايه قويه من اللجنه الخماسيه هو موقف هنشوف ما هو أسوأ من ذلك. اللائحه واضحه في هذا الامر وفي هذا الاتجاه. اللمس الحكم او الاعتداء على الحكم 8 شهور ايقاف، ما فيهاش تفكير. كهربا عمل اقل من كده وتوقف الاهلي خسره الفتره دي كلها. يعني موقف يعني انا حتى كنا لسه ما دخلتش هو فكنت بتفرج على المباراه، موقف صعب. وبعدين لاعب دولي والمفروض انت بتلعب في نادي كبير، لكن الموقف نفسه الرد وتقريبا مد الايد، الصوره هي كمان هي مهزله للاسف. يعني بتمد ايدك بتضرب الحكم بالقلم، ده شيء يعني مؤسف. اهي السرعة قدامنا اهي يعني، والناس كلها شافتها. يعني ده منظر سيء جدا يا استاذ طبعا محمد. طبعا يعني فعلا اذا اللجنه الخماسيه عايزه الاحترام لابد انها تتخذ يعني اقصى العقوبه، لانه في ايه بعد كده؟ يعني بعد الموقف ده ايه اللي هنشوفه بقى في الملاعب؟ ان الحكم يترمي على الارض والناس تدوسه مثلا؟ لابد ان يكون هناك اجراء مش عنيف، اجراء مناسب. مش في لائحه لحجم الجريمه؟ في لائحه، ما اللائحه موجوده واضحه جدا زي ما القوسي قال، يعني ان هي الايقاف يعني لمس المساعد او يعني احنا بنتكلم اي سلوك غير رياضي تجاه الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه، ده بتتكلم في 4 مباريات و50,000 جنيه. الدفع باليد للحكم او احد مساعديه او احد 8 مباريات، بتتكلم على 8 مباريات و100,000 جنيه. البصق على الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه 8 مباريات و100,000 جنيه. الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه 8 اشهر و100,000 جنيه. هي دي انت بتتكلم هو هي دي بقى هو الاعتداء. انت هنا بقى احنا مش عاوزين نخش في ايه في تفاصيل هو عمل ايه. لا مجرد ان هو يفكر في ان هو يمد ايده توصل للحكم خلاص، ما هو ده اعتداء. اعتداء طبعا. مش هقعد بقى افسرها واقول لا اصله كان ناوي وفي اصل ما لمستهوش اصل ايديه ما... انا مش هستنى يعني انا مش مفروض ان انا استنى لغايه ما ايده تلمسه، لكن لمست وكان لها توابع ونتيجه وظهرت. طبعا بالظبط. ما فعله ساسي اليوم هو ليس الاول، ولكنه يعني دي مرحله تانية بعد اللي عمله قبل كده، وغض اتحاد الكره المصري الطرف عنه، وتغاضت اللجنه الخماسيه وتغاضت لجنه الانضباط. عندما بالنسبه له خلاص بقى اللي عمله خلاص، عندما اهان فرجاني ساسي كل حكام مصر بصريح العباره وكل المواقع الالكترونيه والصحف المصريه نشرت هذا التصريح ولم يحرك ساكنا لاحد، فانا ثبيتك وانت سكت، المره الجايه اكيد ايه هضربك بقى زي ما حصل. ده اللي موجود يعني. ولو احنا خدناها بقى بالتفصيل ده اللي هو مكتوب في اللائحه، يبقى انت بتشجع. ما هو النهارده البني ادم اللي بيفقد اعصابه ويتدخل بهذا الشكل مع الحكم مش هيقدر يقول انا النهارده ناوي المسه بس النهارده لا مش هلمسه. ما هو طالما الاشتباك بدا
لا الكلام دوت انت بدات ايديك تطلع اتجاه الحكم، انت اتجاه الحكم انت بدات تمد ايديك ولمست الحكم، دي كارثه لو حصلت في اي حته في العالم في اوروبا دي بتبقى. وتخيل بقى لو حد يقدر يقرب في حد طبعا لا يقدر يقرب، ولو في حد بيتجاوز على طول العقوبه بتبقى في ساعتها. وحضرتك قلت كلام مهم جدا يعني خلاص انت بتتكلم من واحد عمل مشكله قبل كده واتكلم بشكل سيء جدا عن التحكيم والموضوع والناس غمضت عينيها، طب خلاص طالما غمضت عينيها عشان الناس غمضت عينيها من الاول يا كابتن هاني، مفيش حلول وسط يعني، مفيش مره ان انا اسامحه ليه؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها نسامح، ده شغل اتغلطت على غلطه وفي جدول للعقوبات. في كثيره من الاوقات بيكون نكفي الكلب مكيالي يعني. شفنا قبل كده مثلا في ماتشات وديه ما كانوا قبل ما نرجع قبل كورونا، تم ايقاف حارس الاتحاد السكندري الهلال سليمان في مباراه وديه ثلاث مباريات في الدوري الممتاز عشان تجاوز نفس الواقعه ارتكبها محمود علاء ولم يتم التوقيع عقوبه عليه في ماتش اسوان. محمود علاء بيعتدي على لاعب اسوان قدام الدنيا كلها ولم يحدث اي شيء. النهارده في وقعه ثاني كمان ومكرره من لاعب صعد لا امام عاشور. أيوة هذا اللاعب عمل ازمه قبل كده، كان في مباراه السوبر ومباراه الاهلي مع وليد سليمان، مباراه كارثيه طبعا، اعتدى على لاعب كبير بحجم وليد سليمان طبعا، حاجه يعني غير مقبوله. النهارده بيفجر ازمه عنيفه جدا وازمه قويه جدا وبرده بيحتك بلاعيبه النادي المصري وبيعتدي وحاجات زي كده لهذا القبيل. هو سؤال ايه الانفلات ده؟ سؤال كمان نقدر يعني ساسي يقدر يعمل كده في الدوري التونسي او لو بيلعب مع منتخب تونس يعمل هذا الاداء من اول حاجه بعد مثلا مباراه في الدوري التونسي يقدر يقول كده على التحكيم التونسي؟ لا طبعا مباراه دوليه او مباراه في الدوري التونسي يقدر يمد ايده على حكم في الدوري التونسي؟ لا هات بقى كمان على مستوى المباريات الدوليه في كاس العالم مثلا، هل يستطيع ان هو يعمل كده مع حكم؟ احنا ما شفناهاش. ولذلك انا بقول انه لابد ان تكون العقوبه صارمه، ليس لانه فرجاني الساسي تحديدا، لا بغض النظر انا بتكلم عليه ايه ولا بص انا حضرتك بتكلم عليه النهارده لاعب كره قدم في الدوري المصري. اللجنه الخماسيه كان لها الحقيقه يعني مواقف في اصدار عقوبات تجاه رؤساء انديه، واحنا حيينا اللجنه الخماسيه على ده. النهارده جه الدور بقى كمان ان هم يعني النهارده احنا عايزين نشوف هيعملوا ايه بصراحه. انا شايف ان ده تحدي جديد واختبار احنا نشوف للجنه الخماسيه طبعا يعني يعني حتى من خلال احنا معناش طبعا حقوق الفيديو لكن كل ده موجود على الفيديو وموجود على اليوتيوب، دي صور من الشكل المؤسف اللي احنا شايفينه. وكمان يعني خلي بالكم ده من ولد صغير امام عاشور دوت المفروض لاعب مع المنتخب الاولمبي وكان عنده مشكله والكابتن شوقي غريب قال لك مش هاخده علشان سلوكه يعني ولد ما هو انت لو ولد صغير بلعب في الملعب وشايف فرجاني ساسي اللعيب الدولي المحترف الكبير بيعمل كده طب ما انا هعمل زيه واوثقه. واكتر من كده كمان لو بتتكلم على مسؤول في النادي اللي انا بنتمي ليه او بلعب له بيدي تصريح وبيدي برميشن يا جماعه اللي يكلمك ادي له على ما هو خلينا نتكلم يا جماعه طبعا هو يعني حاجه كده بتحصل في العالم يا كابتن غير مسبوق. طبعا هو كان بيلعب قبل كده في الدوري السعودي، هل كان يجرؤ يبص الحكم في الدوري السعودي؟ لا يجرؤ. لو بيلعب في دوري اوروبا هيجرؤ ان يعمل كده؟ ما يجرؤش. التصريح اللي قاله الكابتن عم يعاقب عليه، اداره النادي بتدي كارت اخضر لكل اللعيبه ان تضرب اي حكم على قفاه اذا الحكم بص له، ايه ما حدث اليوم فلابد خطوات ورا بعض خطوات نتيجتها اللي احنا فيه ده. المره الجايه هتشوف حكم ياخد، انا اسف جدا في التعبير، يتضرب بالشلوت وياخد بوكس في وشه ويتعمل كده ونوصل لمراحل المهزليه. كمان اللي عمله امام عاشور ده برده لما كانش ليه عقوبات رادعه لان واضح ان هو ما ارتدعش من العقوبه الاولى. مفيش يا وانا المفروض يا كابتن ان اللاعب اللي توقع عليه عقوبه، اي لاعب كان في اي فريق دون اي الوان وقعت عليك عقوبه عشان انت تجاوزت وخرجت عن النص لكنك لم ترتدع تضاعف العقوبه طبعا ولا ياخذ عقوبه على حجم ارتكبه اليوم لان ده ليه سابقه خطيره جدا يا استاذ جمال. بالظبط. فلابد من وقفه محدده يعني ما لم يكن هناك انضباط واخلاق فبلاها كوره وبلاها رياضه. بالظبط. لا الاشكال يعني صعب، الموقف صعب جدا. وفي نفس الوقت خلينا نتكلم ان كمان زي ما بقول لكم ده كمان اختبار حقيقي للجنه الخماسيه طبعا. يعني في مرات كتير انت زي ما بتقول يعني اصل الموضوع ان انا مش متوقع ان ممكن اللجنه مسؤوله عن كره القدم ودوري بحجم الدوري المصري ان ممكن تغمض عينيها عن حاجه. فانت لو غمضت عينيك عن حاجه ده نتيجه الكلام دوت. طب دلوقتي التوابع اللي بتحصل ديت انت لو سكت خلاص الموضوع بالنسبه لك الموضوع هيبقى هتسكت على ايه؟ يعني هتسكت على ايه؟ ما انا بقول لحضرتك اللجنه الخماسيه احنا اشادنا بيها كابتن هاني لما بدات تطلع عقوبات
من خلال لجنة الانضباط على بعض رؤساء الأندية مع كل الاحترام ليهم. النهاردة العنصر الأساسي هو لاعب الكورة. النهاردة لاعب الكورة ده لو ما كانش ملتزم في الملعب، تخيل حضرتك لو في جماهير بقى، سواء كارثة بقى، سواء للزمالك أو للمصري، كانت هتبقى يعني مدبحة. ما احنا مش عايزين الأمور توصل لكده. فالحل هو العقوبة المشددة، ما فيهاش رحمة. احنا ما العقوبة المشددة، اتكلم بكل أمانة، لما يكون في تصريح من رئيس نادي رئيس نادي كبير ضد الحكام، وانه بيطلع بيتكلم والله انا لعبتي دوت، لو الحكم جه لمس لعيب ادي الحكم بالقلم، وما يكونش فيه بعد كده اي صدى لهذا التصريح على المستوى، دي غلطة اللجنة الخماسية ولجنة الحكام اللي ما بتوفرش الاحترام لاعضائها. الحماية والاحترام، هي اللجنة طبعا، طبعا لازم يعني تحترم الحماية والاحترام. فنرجع تاني لعملية ان لازم يكون اللي بيغلط لازم، يا استاذنا احنا بنجيب اخبار هنا في البيت الكبير بيقولك لما في رئيس نادي لما فرقته اتغلبت بس قال لا انتوا تروحوا من البيت من الاستاد روحوا مشي. كان في تاني يوم على طول في لجنه اللعيبه المحترفه او اتحاد الكره هناك خبر امبارح او حاجه اول امبارح قالوا له ان انت لازم تعتذر وتكتب بيان اعتذار للعيبه. ليه بقى؟ لان ده بيدي، احنا ما بنتكلمش على اهلي وزمالك، احنا بنتكلم على قيمه الكره المصريه، بنتكلم على سمعه الكره المصريه وسمعه الدوري المصري. لو عايزين دوري مصري محترم ما يبقاش الناس بره بتتريق علينا بتقول لكم شوف انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه وشوف الكره بتاعتكم ازاي واللعيبه بتضرب بعض ومش عارف واحد مسؤول بيقول، يعني الصوره متخيل حضرتك الصوره دي لما هتتنقل بصرف النظر عن المباراه، مش الصوره دي لوحدها تعمل فضيحه للكره المصريه، وبيتركز عليها على فكره في القنوات. أكيد. يعني التركيز بيبقى على هذه الامور بشكل واضح جدا بالظبط. يعني لو ان لاعب يا كابتن يعني ليس مصريا، طبعا هو مفيش تفريق بين مصري غير مصري ده بيلعب يعني، لكن ان لاعب ليس مصري ويجرأ وعنده الجراءه بهذا الشكل على الحكم ويعتدي بهذا المنظر وهو يرتدي قميص نادي كبير له التقدير وله الاحترام، فالمفروض طبعا يكون فيه، هو لو عارف ان مستقبله هيتدمر وهيتوقف يقعد سنه ما لعبش كوره عمره ما هيجرؤ انه يعمل عمليه. هو لابد من تطبيق العقوبه بصرف النظر عن توابعها. يعني انا ماليش دعوه يعني مستقبله ضيع طالما مش بيحترم الملعب خلاص، يبقى لازم ان هو يعاقب توقع عليه العقوبه. طيب طالما في عقوبات وفي قانون كمان، معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس طبعا المحاضر الدولي طبعاً في التحكيم. مساء الخير يا كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن هاني ناصر، منورنا لضيوفك الكرام الكابتن جمال الزهيري والكابتن محمد باسط. اهلا بك. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه من فتره مش من دلوقتي، كيف نحافظ على هيبه التحكيم والحكم المصري؟ كلام محترم جدا كابتن هاني، ويمكن انا كنت في يوم من الايام مسؤول اللجنه الفنيه في اتحاد كره القدم، واحنا قلنا دايما وابدا كابتن ان هيبه التحكيم دي وهو اهم عنصر في اللعبه هو التحكيم المصري. طبعا ليه؟ لان النهارده لو الحكم تم اهانته بهذا الشكل كابتن هاني، النهارده بيفقد الثقه، مش هو بس، لجميع الحكام بتفقد الثقه. ده حقيقي، هو بيمثل التحكيم المصري رمز التحكيم. اتكلمنا مرارا يا كابتن وتكرارا ان لجنه المسابقات لابد ان هي تعدل من لوائح المسابقات الخاصه بالاعتداء على الحكام. اكثر من مره قلنا الكلام دوت، ان لجنه المسابقات لابد ان هي يعني تبقى في عقوبه، ان اللاعب لابد ان هو يعني من امن العقاب اساء الادب. صحيح. من امن العقاب اساء الادب، وهنا احنا بنقول العقوبات، واحيانا العقوبات بتتفرض على اللاعبين وبعدين بتتلغي ثاني يا كابتن هاني، للاسف الشديد بتتلغي. احنا قلنا يعني بتتلغي، يعني عقوبه بتتلغي، يعني بيتكلموا بيخفض العقوبه بعد كده وبيكتفي مثلا بشهر او بشهرين على حسب الايقاف، على مده الايقاف. اكثر من مره تم الاعتداء على الحكام في مرات سابقة، وإعتداء والاتحاد كان بياخد القرارات بإيقاف لنهاية الموسم أو إيقاف سنة أو الشطب، وبعد كده بنفاجئ إن اللعيبة دي بترجع تاني وبيعملوا التماس وبيرجعوا. لكن النهاردة بنتكلم في هيبة التحكيم المصري. هذا الحكم أمين عمر هو مرشح من ضمن الحكام المختارين لحكام كأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي هو بيتم إعداده بالشكل الذي يليق به في تمثيل مصر في بطولة كأس العالم. ومن غير المعقول النهارده ان يتم اهانه هذا الحكم في داخل ميدان اللعب، ومهما كانت الاخطاء التحكيميه كابتن هاني لابد ان احنا نحترمها، واحنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الالماني والدوريات الخمسه الكبرى
الاحترام الكامل لطاقم التحكيم طبعا. وهو ده القانون اللي بيقول الكلام ده، مش احنا اللي بنقوله، بنقول ان الحكم هو بشر ومهما كانت الاخطاء التحكيميه موجوده لابد من احترامها، وهناك عقوبات المفترض تتم في مثل هذه الامور. اكيد يا كابتن، وكمان احنا بنتكلم كمان لو قلنا العقوبات ولازم يكون في لائحه واضحه وصريحه وتطبق بحذافيرها، ده على مستوى الافعال داخل الملعب او ما بعد المباراه او ما قبل المباراه، وكمان على مستوى التصريحات لا يجب ان يكون هناك حتى على مستوى التصريحات الاذاعيه او التلفزيونيه. يا كابتن، ده لو كتب تويته وبيهين فيها التحكيم، ده اللاعب ده لازم يبقى فيه وقف وفي قرار. يعني خلينا نتكلم حتى بره الملعب، لازم احترام الحكم ايا كان، طبعا عنده اخطاء او مش عنده، ف يعني الكلام دوت مش موجود. وبعد كده المشكله الاكبر، اتفضل كلام حضرتك ممتاز. احنا بنقول ايه العقوبات؟ انت النهارده حضرتك انت اللي بتوضع اللوائح المسابقات، وحضرتك المفترض ان الاعتداء على الحكم، خاصه الحكم داخل ميدان اللعب، بصرف النظر على الاعتداء بالقول ممكن اللاعب يعترض بالقول ومفيش مشكله والحكم بيكتفي، انما الاعتداء بالقول والفعل على حكم المباراه دي اهانه للتحكيم المصري واهانه للحكم المصري. وعشان كده بنقول حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، لابد ان تكون اللوائح واضحه للجميع. يعني لجنه المسابقات عندها لائحه موجوده في بدايه الموسم تعلن هذه اللائحه وهذه العقوبات للجميع للانديه وللجماهير. النهارده الناس كلها بتسال هو العقوبه هتكون ايه؟ لا يعني انا المفترض النهارده بالزبط. انا كزمان كثقافه جماهيريه انا النهارده المفترض ابقى انا عارف ايه معيار العقوبه النهارده يا كابتن هاني. خلاص انت العقوبه تطلع اولا، ما هو لو الكلام ده ثابت وواضح ده خلاص بعد المباراه بدقيقتين ثلاثه يقول لك اللاعب ده خلاص هتوقع عليه العقوبه وكذا. يعني حضرتك اساله برضو يا كابتن على التسعيره اللي هي موجوده قدامنا دي. دي اسمها تسعيره ضرب الحكم او شتمته او اهانه الحكم. هو هل ده صح يا كابتن ولا لازم تكون عقوبه واضحه؟ كابتن هاني احنا بنتكلم، انا اتكلمت في نقطه مهمه جدا، هو انك انت بتحط العقوبه على الحدث اللي حصل. هنا المفترض ان يكون كل عقوبه ليها، كل حدث ليه عقوبه، والعقوبه تبقى مفهومه ومعروفه زي ما قلت لحضرتك للانديه وللجماهير وللاعلام. لان زي ما قلت لو النهارده اللاعب النهارده عرف ان هو هيتعاقب مثلا بعقوبه شديده، اعتقد ما كانش يعني ارتكب هذا الفعل اللي حصل النهارده. انا شايف ان العقوبات اللي قدام حضراتكم ديت اعتقد انها لازم يعني يعاد النظر فيها بشكل كبير جدا. مش انا لعيب اروح اتف على الحكم وتوقف 8 ماتشات، يعني ايه يعني انا يعني ايه لعيب اتف على؟ وخلي بالكم الارقام اللي مكتوب 100,000 جنيه ده مع احترامي كمان للمبالغ اللي بتدفع للاعبين وعقود اللاعبين اللي بتاخد 15 و20 مليون جنيه. لما واحد يتف على حكم ويتقسم منه 100,000 جنيه ويقول لك طب انا هوقف 8 ماتشات، يعني انا كلاعب اتف على حكم اخد 8 ماتشات ايقاف وادفع 100,000 جنيه يا بلاش؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني كابتن هاني الكلام ده في العالم كله. يعني عاوز اقول حاجه مهمه كابتن هاني بعد تسمح لي بس، وضيوفك الكرام، احنا بنتكلم في القانون وبيقول ايه يا كابتن؟ بنتكلم في القانون قال لك مهما كانت اخطاء التحكيميه اثرت في نتيجه المباراه وفريق هبط او فريق صعد بالاخطاء التحكيميه، لابد ايضا من احترام الحكام، لان هذا الحكم هو عنده لجنه الحكام ولجنه الحكام بتحاسبه او بتعاقبه على هذه الاخطاء، ولكن احترام اللعبه واحترام الحكام ده شيء مطلوب من الاجهزه الفنيه الاداريه من اللاعبين داخل ميدان اللعب. كل شيء ممكن يتقبل الا انك انت تهين حكم داخل ميدان اللعب، لان زي ما قلت لحضرتك هو المشكله مش تامين عمر بس، احنا مشكله عندنا، احنا عندنا حكام دوليين بيمثلوا التحكيم المصري في كل الدوريات الكبرى وبيمثلوا مصر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يا كابتن هاني. وزي ما قلت النهارده هذا الحكم احنا النهارده يعني بنقول ان ده رايح، احنا بنعده وبنجهزه نفسيا وبدنيا وفنيا عشان يروح كاس عالم يشرف مصر في بطوله كاس عالم اللي جايه. ما ينفعش من غير ما اقول النهارده انه يتم فعل هذا الفعل معايا النهارده، وبالتالي بنقول من لجنه المسابقات من فضلكم وضحوا لنا اللوائح خاصه دي الاعتداء على الحكام. واضحه النهارده اعتقد واضحه ان هو كابتن ناصر يتوقع ايه؟ كابتن ناصر حضرتك تتوقع ايه؟ يعني تتوقع ايه ولو حضرتك موجود هتعمل من الجدول ده المعلن ده؟ والله هو في مثل هذه الامور يعني ممكن 8 مباريات يا كابتن جمال، يعني 8 مباريات ايقاف ايقاف، يعني دوت من وجهه نظري ان الاعتداء على الحكم داخل ميدان اللعب يمكن اقل عقوبه بتبقى 8 مباريات ان لم يكن هناك ايقاف لنهايه الموسم او ايقاف سنه كامله. زي ما قلت لحضرتك احنا لحد دلوقتي احنا كلنا عمالين نقول العقوبه ايه، ولكن من خلال انا وجودي في لجنه الحكام قبل كده كان لما بيتم اعتداء على الحكم في بعض هذه الامور كان بياخد ممكن ياخد ايقاف مده سنه او ايقاف
ثمان مباريات. هي اللائحه اللي موجوده حاليا يا كابتن، في لائحه موجوده حاليا بتاعت لجنه الانضمام 8 شهور، بتقول 8 شهور. ده الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه، دي اللي هي 8 شهور. هي دي اللي 8 شهور، ويعني مجرد ان اللاعب بيرفع ايديه في اتجاه الحكم وبيلمسه ده نوع من انواع الاعتداء الجسدي يعني. فخلينا نتكلم، احنا والله احنا بنتكلم برضه لصالح الكره المصريه، بنتكلمش ولا ده عشان يطبق على كل سياسي من الزمالك. احنا لو الكلام ده حصل مع لعيب تاني هنقوله بالظبط، لان احنا تاني بنتكلم، احنا بنخاف على هيبه الحكم المصري، بنخاف على هيبه الدوري المصري. لما مع الاعتذار طبعا للجميع، لما فرجاني ساسي يروح هناك مثلا يرجع تونس قال لهم ده انا في مباراه كذا حكم رحت ضارب الحكم وماشي، فالسمعه دي مش مطلوبه ايا كان من اللعيب، زمالك اسماعيلي اهلي مقاولين، بنتكلم على هيبة الدوري المصري، هيبة الحكم المصري. حكمنا النهارده لما يروح مثلا يقول لك الحكم دوت جاي من الدوري المصري، ده في لعيب الدوري المصري كان ضربه. طبعا. امين ده اللي ضرب قبل كده. يعني. ده دي سمعة يا جماعة. كابتن هاني يعني اسمح لي برضك هقول حاجة جميلة جدا. هو ليه احنا بنبعد ليه عن اللوائح اللي موجودة في الدوريات الكبرى؟ ليه؟ طب ما انا النهارده يعني انا عندي النهارده الدوريات الكبرى فيها لائحة المسابقات وفيها بند ازاي انك انت لو يعني اتصرحت كمدرب بعد انتهاء المباراه على طاقم التحكيم كمدرب بيبقى تصريح عادي جدا ممكن من وجهه نظرنا احنا بيبقى عادي، ولكن هناك بيتعاقب المدرب وبيتوقف من 4 5 ماتشات 6 ماتشات. نفس الشيء ان هنا احنا عندنا لوائح هناك في الدورات الكبرى، ايه المشكله ما ناخد هذه اللوائح ونطبقها عندنا كابتن هاني؟ مفيش مشكله، بالعكس مفيش. ليه لا؟ ايه المشكله؟ ليه لا؟ ايه المشكله كابتن هاني؟ لان هذه اللوائح هي بالظبط هي بتخلي في احترام ما بين اللاعب والحكم، وزي ما قلت ان احنا يعني كل شيء مقبول الا انك انت في حكم في داخل ميدان اللعب، وهذا الحكم له اسره وله اهل وله حكام زمايله، وطالع بيطلع عنده معسكر ان شاء الله هيبقى عنده معسكر قريب، الحاجات دي كلها بتاثر نفسيا على حكم المباراه. وزي ما قلت احنا دايما بنقف جنب التحكيم المصري كابتن هاني، لابد من ان لجنه المسابقات تغلظ العقوبات في مثل هذه الامور يا كابتن هاني. شكرا كابتن ليك واتفضل. اول عقوبه موجوده هنا سلوك غير رياضي. يعني ايه سلوك غير رياضي يا كابتن؟ جمله مطاطه قوي، جمله مطاطه ممكن سلوك جدا يعني السلوك الغير رياضي. يعني انا لسه بتكلم معاك سلوك غير رياضي بعديها على طول الدفع باليد. طب ما ده سلوك غير رياضي برضه. ما هو ده سلوك غير رياضي بعدها السب باين السب والبصق. ما هو ده سلوك غير رياضي. انا اقصد احنا محتاجين برضه يا كابتن هاني ان يبقى في اعاده نظر. انت بتقول لي الدفع باليد وبعدين الضرب، يعني ايه يعني ايه الفرق ان انا لا ايه الفرق ان انا امد ايدي والمس حكم وان انا ازق حكم او يعني لا وهقعد ازاي احسبها يعني برضو هي لازم تبقى عقوبة. ما ندخل نفسك في متاهات للاسف يعني كابتن هاني. انا 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 عشان بس يعني نحصر الامور بشكل بحيث ان احنا يعني نستفيد من هذا الموقف اللي حصل النهارده. المطلوب من لجنه المسابقات ان هي توضح وتفسر العقوبه اللي بيتم بيها الاعتداء على الحكم، الدفع، البصق، كل الكلام ده يبقى ليه حسابات يا كابتن هاني. ده 6 شهور، ده ايقاف سنه، ده شطب، يبقى احنا كده كلنا عارفين واللاعب ذات نفسه بيبقى عارف، لان لو ارتكب هذه المخالفه هيتعاقب بايه. احنا بنقول للجنه المسابقات من فضلكم طلعوا لنا اللوائح للانديه وللجماهير وللمدربين وللاعبين. ده المطلوب، تفصيل الحدث، كل حدث وليه العقوبه بتاعته يا كابتن هاني. ده اللي احنا بنطلبه من لجنه المسابقات في الموسم الجديد. من فضلك عندك فرصه تعدل لوائحك بما يتوافق مع الدوريات الخمسه الكبرى، الدوري الالماني والدوري الانجليزي والفرنسي والدوري الايطالي. من فضلك ممكن ما فيش الامور سهله يا كابتن هاني، احنا نجيب اللوائح ونطبقها داخل لجنه المسابقات عندنا. نتمنى طبعا يا كابتن ناصر. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي، شرفتنا في البيت الكبير. البصق على الحكم ده ممكن يعادل الاعتداء على الحكم. دي كارثه يا كابتن، دي كارثه. يعني انا النهارده لما اجيب حكم تصرف مهين ده في منتهى الاهانه. انا عندي الحكم يتضرب ما يتبصق عليه اكرم له. والله بجد خلينا بس واقعيين. ما انا بناقش احنا عندنا 4 حالات. والله الاربعه دول يا كابتن كلهم داخلين في دول بعض، ما تعرفش اقول الاربع حالات دول صعب جدا انك تحدده. ما انا للاسف عارف بتتفسر ازاي. والله لو فلان هتمشي عليه دوت، ولو ده فلان لا نمشي عليه الكبيره، ولو فلان نمشي يعني هو باب للهروب. هيمشيها باب للهروب. اصل انت ما تحط كده يعني
حاجة مرنة يعني ممكن تاخدها يعني وقع زي ده يا كابتن هاني تمشيها دفع باليد ولا على قفاك ولا دفع قفاك ولا ضرب على قفاك ولا سلوك غير رياضي ولا سلوك غير رياضي. ما هو الكابتن ناصر عباس قال كلمة مهمة جدا، ما لم نكن قادرين على وضع لوائح ناخد الحاجات الرادعة علينا ان نلجا. هو ايه المشكله انك تجيب لواحد دوري الانجليزي وتطبقها عندك؟ ايه الازمه يعني؟ إيه ما احنا احنا بنجيبنا القانون الفرنسي وقانون العقوبات وبنطبق عنده بيتعامل بيه على مستوى القانون على مستوى القانون اللي هو اللي ناخد منه الجنائي. روح القانون المصري يعني قوانين جنائيه يعني موجوده صحيح. يعني فايه انك تجيب لائحه من الدوري الاسباني هات الدوريات الخمسه واعمل مزيج بينهم. انت عارف بقى الكارثه الاكبر ايه؟ ان في ان معظم الناس مطنشه الكلام اللي احنا بنقول ده وتحس ان السوشيال ميديا ولا كانها موجوده والناس بتتكلم في حته ثانيه وكأن اللي حصل ده يا جماعة بقى عادي عندنا. كأن اللي حصل دوت ان لعيب صغير لسه ناشئ لسه عنده 23 سنة انه بيضرب الناس. عارف هيدخلوها في ايه بقى كمان على السوشيال ميديا؟ هيدخلوها في خناقة هيدخلوها ده لعيب زملكاوي ولا لا؟ وكلنا وانا اكدت على ان احنا بنتكلم في قناه الاهلي بعد اقول لك ده عشان الزمالك. على فكره لو كان اي حد كنا هنتكلم على الزمالك وهذا غير مقبول من لاعب في الاهلي او لاعب في الزمالك او اي حد على الاطلاق. انا وانا جاي دلوقتي بتابع السوشيال ميديا الفيسبوك كله حسب الانتماءات يعني حد بيدافع يعني مثلا عن خطأ. لو واحد زملكاوي هيشوف الموضوع ده حلو قوي ده فرجاني ده مؤدب جدا كان لازم يضرب الجمهور كمان كان لازم يجي يضربنا احنا يعني مش معقوله. فهي القصه كلها احنا عايزين كره قدم وعايزين دوري محترم يا استاذ قوصي ولا عايزين حاجات نقعد. ما هو دوري محترم يا كابتن جملة من أمن عقاب أسأل أدب طبعا. أنا بشعر وأنا بتفرج على الدوري الإنجليزي الألماني الإيطالي الفرنسي الدوريات الخمسة الكبرى بحس إن الحكم مقدس في الملعب طبعا مقدس احترام كامل احترام كامل لا ما حدش يجرؤ إن يقرب يعني حدش يجرؤ إن يقرب منه مستحيل. قبل كده كريستيانو رونالدو بجمهوره الطاغية قرب من الحكم كده يعني خد العقوبة المحترمة ما فيش تهريج ميسي بيحصل معاك اي حد بيحصل معاك كده فما فيش نغمى عينينا عن اي الوان وعن اي مكان ونطبق لوائح بس تكون عندنا لوائح قويه ومشدده على الحكم حفاظا على انا بقيت اخاف على الحكام لما يجي يوقف اللاعب ويرفع الكارت ممكن ياخده قلمين ما هو بالطريقه دي يعني انا بقيت لما حكم ما هو في اكبر من امين عمر هو من حكام الحكم راح كاس يعني النخبه بتوعنا فلما يجي النهارده انت الحكم ده عشان يرفع الكارت خايف ايه اللي هيجرى له ده مصيبه سودة طب ده هياخد ازاي قرارات يعني او ان هو خايف لو خد عقوبه معينه يعني الكابتن نصر بس بيقول لك بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه النهارده خطا تحكيمي برضو فاجر اصلا على نتيجه المباراه للنادي المصري يعني الكرة عندما تأتي في يد شوشة لاعب مدافع المصري تحتسب ركلة جزاء وعندما تأتي في يد محمود علاء مدافع نادي الزمالك لا تحتسب ركلة جزاء نفس اللعبة والحكم شافها في الفار ماذا تفسر هذا؟ طبعا الأخطاء تحكيمية بس ثاني على بتتاخد شوية على الأهواء شوية لكن دايما خلينا نتكلم وأنا دايما احنا بنطالب بالأساسيات بنطالب بالعدل وبالأساسيات وبنطالب بأن بيكون تاني بكرر احنا بنحافظ على دورينا بنحافظ على سمعة الكرة المصرية يا جماعة ما ينفعش يبقى الناس بتتريق علينا برا الكرة بتاعتكم ايه والكرة المصرية واحنا أبطال أفريقيا واحنا صحيح. يعني الكلام دوت بيسيء لينا لما لاعب بيطلع تصريح بهذا السوء لتحكيم والتحكيم خلاص لجنه تحكيم نايمه لا يبقى ما تلومش عليه بقى النهارده انه يضرب حكم ما خلاص هو الموضوع منتهي يا يعني. كابتن لو كان عوقب على الكلام اللي قاله عمره ما كان يفكر يمد ايده طبعا لكن هو الناس سكتت وطنشت ومحدش قدر يتحرك هو بيبتدي بكده ومحدش قدر يتحرك وناس طلعت في نفس الوقت قالت محدش هيجري يوقع عقوبه على اساسي وفعلا محدش قدر يوقع على عقوبه اساسي لغايه ما اساسي ضربنا على قفانا بالاساس يعني اساسي على راسه وريشه يعني ولا غيره للاسف نتمنى زي ما كابتن ناصر قال ان احنا يكون عندنا لائحه يا محترمه نجيب الدوري الالماني بيشتغلوا ازاي نجيب الدوري الانجليزي هو ده عموما وحطوا عندنا لائحه والناس تبقى عارفه والله اخطات في واحد يبقى عقوبتي كذا يبقى على طول الموضوع ما فيهوش هزار ونحترم كورتنا ونحترم بلدنا ونخلي حكامنا على الاقل في اخطاء وفي مشاكل عندنا مشاكل وعندنا اخطاء يا كابتن في العالم لكن كله. احترامنا لنفسنا يا جماعه فين تمام يا كابتن بس مش قاعدين برضو احنا ركزنا على الواقع اللي حصل جوه الملعب لكن ما حدث بعد صفاره الحكم بعد المباراه لا يجب ان يمر مرور الكرام طبعا لان برضو المشهد كان وحش جدا المشهد كان سيء جدا هو احنا بنلعب كوره ولا في خناقه
يعني فضلوا يضربوا بعض في الممر لغايه ما وصلوا للشوط الثاني. مش ممكن يعني يعني اللعيبه دي يعني ما فيش حد رادعها، ما فيش حد مالها حتى الشرطه. يا استاذ محمد، يا استاذ جمال، الشرطه بتخش وسط اللعيبه، تخيل الشرطه داخله في خناقات وضرب وشتيمه لغايه اوضه اللبس وكل دوت، عشان يعني كل دوت ده معناه برضو ان اللعيبه نفسهم يا كابتن هاني مش متربي، معلش مش بقولها مش متربي صح رياضيا. طب يعني حتى لو انا خسران او انا كسبان ايه القضيه؟ ما احنا بنشوف يا كابتن هاني في كاس العالم منتخبات بقى بطله عالم مش كده بيخرجوا من الدور الاول، ايه اللي بيحصل؟ لا بنشوف، والحكم على فكره والحكم بيقول والحكم بيأخطاء ويخرج منتخبات من كاس العالم، عيني عينك واضحه جدا طبعا، ومحدش بيتكلم طبعا، وكله بيخرج محترم المكان ومحترم الفيلد ده يعني طبعا. المنظومه خلي بالك، مباراه اسوان نفس الكلام، يعني مباراه اسوان طبعا كان في شد وجذب، وبعد المباراه ضرب في الـ في الـ في الممر بتاع اوض اللبس يا كابتن، يعني شتايم. انا ناس لعيبه من اسوان قالت لي خدوا شتايم لا يمكن تتخيل، ما اقدرش اقولها طبعا موجود على الهواء دلوقتي، شتايم. وما تلاقي المراقب المباراه بيعدي وسامع، والحكم معدي وسامع، وكل ده بيمر مرور الكرام. لا يا كمان الكابتن ناصر بيقول لك حتى لما بيكون في عقاب كبير تلاقي تليفون من فلان، طب نزل يعني، خلينا نتكلم بيحصل والله، لما حد بيجي يقول له بعد شهر طب معلش بقى عدي الموضوع دوت، يعني الموضوع كمان داخل في مجاملات وداخل في علاقات على فكره، هو ده اللي مضيع الدنيا، العلاقات طبعا والتدخلات دي المفروض ان في قانون اكبر يا كابتن انك هو ممكن يتخذ عقوبه دلوقتي، ممكن يعاقب سياسي دلوقتي يدي له 8 شهور واحنا نتبسط ونفر، وبعد شهر ولا حاجه وشهرين ما هو زي ما بيقول الكابتن ناصر وتلغى العقوبه. ما هو كابتن ناصر يعني ايه؟ الاكتفاء بالعقوبه دي كارثه طبعا، دي كارثه. بيوزعها ازاي؟ ناصر عباس بيقول هذا الكلام، بيقول لك انه يبقى في عقوبه وبعدين تعفو عنه ليه؟ تاب حسن سر وسلوك، تاب يعني ولا ايه؟ طلع حسن سر وسلوك، حسن سر وسلوك. ما هو برضه الكلام يبقى بالمعقول يعني. نتمنى ان شاء الله الامور تبقى مظبوطه ويبقى عندنا فعلا احترامنا لحكامنا بغض النظر عن يعني الاخطاء، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان تاني بنحافظ على هيبه الكره المصريه وبنحافظ على هيبه الحكم والدوري المصري طبعا. ده هو المصلحه. كابتن، مع الهبه انا شايف الهبه مهدره، لان في ناس كبيره ورؤساء انديه بيشتموا في رئيس اتحاد الكوره وفي اتحاد الكوره وفي الحكام، ولا حد كانه سمع حاجه، فده امور عاديه جدا. هي المفروض يبقى كل المنظومه محكومه بالقانون بالزبط. طبعا مفيش يعني، مش هفوت لحد عشان هو فلان، مش هفوت لحد عشان قال كلام عجبني شتم حته تانية، لا مفيش الكلام ده يا تاني هفكر الناس في بعض الدول اللعيبه بتحتفل بالعاب ناريه اتحاد الكوره قال لك لا لا انت عملته كذا، في عقوبات على اللعيبه، هم بيحتفلوا يعني احتفال يعني ما غلطوش في حد، ما غلطوش في حد مجرد ان هم خرجوا عن النص، لا ما ينفعش الكلام ده، في عقوبات يعني للدرجه دي. وخلينا يعيدكم في الموقف ان احنا لازم نجيب حد او لائحه نجيبها من احد الدوريات الاوروبيه الكبيره ونشوف روح القانون، روح قانونها ايه ونعدل فيها، لكن الاساسيات بتاعتها تكون موجوده بما يناسب بالظبط بالظبط. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لتحكيمنا يعني نخش في طبعا ربنا يسترها معاهم ان شاء الله. لا ان شاء الله مش هيحصل مع الحكام يعني والله. طبعا الاحداث الاخيره اللي حصلت وبيان وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي خلال امبارح والنهارده تمام، يعني طبعا اللي هو خاص طبعا بتوجيه الشكر لريني فايلر واسناد المهمه للجنوب افريقي بيتس موسيماني. طبعا اكيد كل الناس عارفه فايلر والقصه اللي انتوا اتكلمتوا فيها، يعني راجل عمل نجاحات كبيره مع النادي الاهلي طبعا، لكن في النهايه وصل لمرحله ان هو بيحاول يضع شروط لا تتناسب مع النادي الاهلي، وبالتالي فالنادي الاهلي رفض هذه الشروط وانتهت قصته وجوله شكر والراجل امور تمام. كان مهمه الاهلي البحث عن مدرب يعني يقدر يتعايش مع المرحله المقبله اللي داخل عليها النادي الاهلي. الاهلي بعد 17 يوم داخل يا استاذ جمال مرحله ماتش الوداد، فانت بتتصرف ازاي وبتفكر ازاي؟ لو جبت مدرب اجنبي من اوروبا ما عندوش فكره عن اي حاجه، اعتقد هو على ما يعرف اسماء اللعيبه ويفكر ويفهم الفرقه عايز له شهر، وبالتالي لا تستطيع ان تحاسبه على اي حاجه يعني. فانت محتاج حد يكون ملم بشكل كبير جدا
واحد بافريقيا اثنين بالنادي الاهلي، لان بطوله افريقيا ودوري الابطال هو الهدف الرئيسي للنادي الاهلي دلوقتي اللي بيستهدفه يعني. فكان تفكير في اما في مدرب وطني او مدرب يعني يكون عنده الرؤيه دي. تم التحديد على موسيماني ونبيل معلول، تم الاستقرار على موسيماني على اعتبار ان ده بالمناسبه ده الراجل ده بيمسك سان داونز من 2000 بقاله 8 سنين، 8 سنين من 2012 8 سنين، وبالتالي شارك بقاله 8 سنين بيشارك في دوري الابطال، ومن 2016 واخد دوري الابطال، لعب سيمي فاينال، وصل لدور الثمانيه، وصل لدور ال 16 قبلك اربع مرات، حافظ فرقه الاهلي، حافظ الزمالك، حافظ الرجاء، حافظ الوداد. اذا عنده خبرات كبيره جدا موجود، عنده رغبه، عنده طموح ان هو يعمل حاجه مع النادي الاهلي، هو الانسب حاليا في الوقت. فبالتالي يعني تنطبق عليه مقاييس ومواصفات كبيره. صح في ناس بتشكك في هذا الامر، لكن الاختيار جاء بمنتهى الدقه وبتركيز شديد جدا لهدف انت عايز تعمله. اعتقد ان من وجهه نظري ان اختيار يعني رغم انه كان مفاجئ بالنسبه لي على فكره، انا كان مفاجئ ان اختار موسيماني، لكن لما تقعد تفكر في الاسباب والاسباب اللي طرحتها اداره النادي الاهلي تجد انها اسباب وجيهه جدا ان هو المدرب المناسب لهذه المرحله. نتمنى لو جت مع سباليتي مثلا المدرب الايطالي او جه وعنده لسه هيتعرف على اللعيبه سي في اكتر من رائع، لكن لسه واحنا كمان 17 يوم او خلاص احنا بنتكلم في اسبوعين تقريبا ويبقى المباراه الوداد في اسبوعين. طب ده الاختيار. اكلم حضرتك استاذ جمال على توقيت صدور القرار، وده كان مهم جدا. تمام. يعني ازاي امتى تكون عندك قرار وبتختار التوقيت المناسب اللي يفيد مصلحة النادي الاهلي بجزء كبير جدا، وانك تطلع هذا القرار. بص هو الحقيقة يعني مش مجاملة انه مجلس ادارة الاهلي والمسؤولين عن قطاع الكرة يعني تحديدا كانوا واعيين قوي للقصة دي، انه ما ابتدوش يفكروا في البديل بعد ما الازمة تحصل، بعد ما يفاجئ الناس كلهم. مظبوط. يعني حصل نوع من التزامن وهم بيفاوضوا فايلر حتى ما فيش خلاف على حاجه مهمه، ده القصه كلها انه النادي الاهلي مش عاوز ان فايلر يحطه في موقف سيء. بالظبط. فطلب منه ان هو يا اما يوقع عقد، تمام، بحيث يبقى ملزم ليه عشان توقيت طلبه ان هو يروح يزور اسرته. كان برضو توقيت يا كابتن هاني غريب جدا، غريب جدا غريب طبعا، خصوصا غريب. ان الاهلي عرض عليه ان هو يجيب اسرته هنا والكلام ده كله. فانا رايي انه التوقيت مهم قوي. يعني فايلر سافر امبارح، النادي الاهلي اعلن امبارح صحيح انه خلاص فايلر اخر مباراه له مع الترسانه، وبعديها مباشرة فلان اللي جاي. أنا شايف إن دي في حد ذاتها طبعًا فيها احترافية كبيرة جدا، فيها احترام لمشاعر برضو الجمهور إنه ما سابش الجمهور قلقان. دي نقطة مهمة قوي، نقطة مهمة، نقطة مهمة. وبعدين بالنسبة للموسيماني بقى نفسه، أنا شايف يعني متفائل بتجربة إن هو يختار أن يأتي إلى النادي الأهلي. يعني هو الأهلي اختاره، بس هو نفسه اختار النادي الاهلي. يعني بدليل مع رغم يا استاذ اوسي فتره النجاح اللي هو اضاها لمده 8 سنوات فتره كبيره مع سان داونز، الا انه هو راى ان النادي الاهلي مرحله جديده في حياته هو شخصيا. فالنقطه دي برضو جديد طبعا جديد. النقطه دي كمان يا استاذ جمال وعزيز هو موقع عقد من شهر مايو اللي فات لمده اربع سنين مع يعني سان داونز، هو يعتبر النادي ده بتاعه. يعني لدرجه لما هو جه يمشي كتب رساله دي مرسيه مش رساله رساله مرسية لرئيس النادي، ورئيس النادي قال له انا هسيبك تمشي عشان طموحاتك، يعني مش هسيبك عشان انت وحش. لا الراجل لسه ما عامل معاه عقد اربع سنين، واخد معاه ثلاثيه وعامل معاه نتائج رائعه. يعني هو يختار العمل في منظومة اللي هي منظومة النادي الأهلي بجماهير النادي الأهلي. حضرتك برضو اللي أذيع اليومين اللي فاتوا دول صورته وهو بيصور جماهير الأهلي في استاد برج العرب في أحد اللقاءات اللي كانت موجودة. يعني أنت في إيه ولا في إيه؟ يعني أنت يعني قد كده أنت. هو بيحب، هو واضح منبهر من جماهير النادي الاهلي، واضح بيحب اداره النادي الاهلي، على وكان فكرة حلمه ان هي يدرب النادي الاهلي. على ده فكرة مش عيب يعني لما يبقى هو عنده حلم زي كده. هاي الصوره معانا لما هو يعني انا صوره يعني انا بقول طبعا بتحكي يعني بتحكي طبعا يعني بتتكلم يعني الراجل سايب الدنيا كلها بص وبيصور يعني الجمهور هذا الجمهور يعني. حتى بص نظرته فيها اعجاب مش ممكن انه كان يبقى اي حد تاني
مناسب في المرحلة دي. يعني يعني فعلا هو هيبقى جاي يا أستاذ أوسي وهو عنده أولا حب للمكان، مش مش كلامنا بقى، وده مهم جدا. ده مش كلامنا طبعاً. ده الكلام اللي هو قال كلام طبعا وتصرفه طبعاً. فمعنى ان هو يعمل هذا الامر 100% هيجي، هيبقى عنده اما يكون عنده الرغبة دي، الوقت اللي هيحصل فيه اندماج بينه وبين اللعيبة وبين النادي هتبقى فترة قليلة. الفترة القليلة دي انت محتاج لها دلوقتي صحيح. وبعدين برضو شيء جميل التفكير في مدرب افريقي ذو بشرة سمراء، اشمعنى اللعيبة بتجيبهم؟ طب ما انت عندك مدرب ناجح اهو وعنده خبرة في افريقيا زي ما حضرتك قلت وزي ما الاستاذ غوصي قال، بدل ما تجيب مدرب اوروبي هيجي بقى ايه يقول لك انا سيبوني بقى للسنة الجاية لغاية ما افهم الامور وارتب والكلام ده. الراجل ده اصلا شغال في افريقيا، لا غير كمان شغله في افريقيا يا استاذ محمد ان هو كمان الصورة اللي شفناها من شوية انه يعني جماهير النادي الاهلي والفيديو اللي طلعه لسه وهو في المطار قبل ما يجي بيتكلم فتعال نشوف هو قال ايه في الفيديو دوت بيدل على حب النادي الاهلي، واضح انه كان في المطار تقريبا. صحيح نشوف الفيديو ونحلل الفيديو ده مع ضيوفنا الكبار. الراجل العجيب، انا استعد لركوب الطائره في طريقي للانضمام الى نادي القرن في افريقيا، هو حلم كبير بالنسبه لي وانا متحمس بشده لمقابله جمهور الاهلي المتحمس، الجماهير التي سكنت قلبي واستحقت احترامي خلال مواجهاتنا السابقه. الاهلي هو اعظم نادي في العالم وجماهيره هي الافضل، انا اعرف حماسكم لناديكم وانا اثق في دعمكم لي لتحقيق احلامنا معا، انتم الدرع والسيف، انا اراهن عليكم واراهن على تاريخ النادي العريق واراهن على الاداره المحترمه المحترفه، نحن في هذا معا حتى يكون الاهلي دائما في القمه، الاهلي سيبقى رقم واحد بفضل دعمكم المستمر، نحن معا في السراء والضراء، الاهلي فوق الجميع. نعم الاهلي فوق الجميع. يعني لا ده هو يعني يعني ما هذا الغزل يا حبيب مدارس الغزل اللي بيقوله في النادي الاهلي، تحس انه اهلاوي زي نهج بيقول انه بيقول من شبره ايه الغزل اللي بيقوله في الاهلي وفي جمهوره وادراكه هو واحساسه بقيمه النادي الاهلي، يعني ده احساس كبير ومهم جدا انك تجيب حد يبقى عنده ادراك لقيمتك واهميتك ومكانتك. انت ممكن تجيب واحد بيتعامل معاك بدون علم لاهميتك ولا قيمتك او شايف نفسه ان هو اعلى منك بكتير يعني بالزبط. فده ممكن يتعالى على اللعيبه، ممكن ما يحققش طموحاتك، ممكن ما يشتغلش بشكل جيد، لكن لما يجي مدرب عنده طموح كبير ومن دايما النادي الاهلي بيحط في ضمن اختياراته وشروطه للمدرب ان يكون عنده طموح صحيح، ودي كانت في فايلر متحمس هو نفسه متحمس يعني جاي متحمس عنده رغبه يعني 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 من خلال كلام مسؤول النادي الاهلي معاه لما قالوا له هو وصل هيوصل تقريبا النهارده الفجر اليوم وبكره هيكون عنده اجتماع ان شاء الله مع لجنه التخطيط وهيجتمع مع اللعيبه، فقالوا له هو هيقود التمرين، قالوا له هو انت هتقود ماتش المقاولين اللي يوم 4 اكتوبر، قال لهم لو الاهلي عنده ماتش بكره الجمعه هقوده. ده كلام محترف بكره الجمعه متحمس بيقول لك لا ده كلام محترف فهو عنده حتى قضيه رمضان صبحي كان متابعها وقالها للناس اللي بيتكلموا معاه، فهو عارف كل كبيره وكل صغيره عن الفرقه وملم بكل حاجه وعارف قيمه وحجم النادي الاهلي، اعتقد ان ده هيساعده وهيساعد النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق. ده مهم جدا، والمهم كمان ان احنا كمان مجلس اداره النادي الاهلي حرصنا على وجود عنصر مهم جدا سامي قمصان طبعا. والعنصر الاهم حارس مرمى او مدرب الحراس ميشيل يانج طبعا ده اعتقد كمان مكسب، مش هقول مكسب يعني لكن استمراريه لنجاحات كان له دور مع محمد دور كبير طبعا. جدا حتى خلينا نتكلم كل امانه حارس المرمى لما بيتغير عليه مدربين بتبقى العمليه بالنسبه له اصعب كمان من اللعيب. ليه؟ لان كل مدرب حراس المرمى دي مدرسه خاصه في كيمياء يعني والتكنيكال بتاع التدريب بيكون تكنيكال مختلف يعني في 10 15 تكنيكال بالنسبه لتدريب حراس المرمى فبالنسبه لنا انه بنحافظ على ميشيل ونكمل بيكمل مع الشناوي ده كان شيء مهم جدا تمام. بجانب كمان سامي قمصان لان سامي قمصان برضو حلقه وصل كويسه قوي ما بينه وبين الجهاز الفني. انا بس لافت نظري برضه في كلام موسيماني في المطار ان هو غير بقى ان هو عارف حجم الاهلي واهميته ها وان هو نادي القرن طبعا. وان الاهلي فوق الجميع يعني مش احنا اللي قلنا محدش يزعل،
اهو موسيماني اهو. لا لا مش قصدي هو أصد نادي القرن ده حقيقه والاهلي فوق جميع. هم بيزعلوا بيزعلوا من الاهلاويه ان الاهلاويه بيقولوا كده. موسيماني بيقول كده يعني اقول له ايه؟ ده شيء مؤسف. لا انا اللي عجبني بقى اكتر يا كابتن ان هو عارف قيمه الجماهير ويغازلها قبل ان يبدا. يعني بيقول لهم انا جاي لكم. يعرف فده شيء يعرف يعرف كيفيه الدخول الى النادي الاهلي ده كويس يعرف أوي. الطريق الى النادي الاهلي يعرف الى قلوب جماهير النادي الاهلي صحيح عشان الدعم بقى بالظبط وده مهم جدا صحيح. يمكن لما مستر مانو جوزيه جه عرف هذا الطريق وصار وكان لمانو جوزيه قصه عشق بينه وبين جمهور النادي الاهلي بشكل كبير لغايه دلوقتي جمهور الاهلي بيتغزل فيه وبيتغزل في جمهور النادي الاهلي فاعتقد ان دي بدايه كويسه وكلمات يعني من قلب موسيماني اللي اعتصر الى قلوب جماهير الاهلي اللي المؤكد انها كلها دعم ومسانده يعني هو وصلت لان وكان قبل كده عمل برضو رساله على صفحته بيطلب منهم الدعم والمسانده وان انا من غيركم مش هقدر اعمل حاجه. هو شاف خلي بالك في فرق بين مدرب شاف ومدرب ما شافش. ده هو يعني هو شاف جماهير النادي الاهلي ولعب هو لقطته فشاف وحاسس. هو لقطته لما صور الجماهير هو كان بيصورها على فكره مش ان هو هيجي ده هو اعجابا محدش عارف كان لا ده هو بيصورها طبعا اعجابا لنفسه بالظبط يعني الصوره دي اللي هو شافها. على فكره انا التقيت موسيماني في 2016 كنا في فاينل دوري الابطال كان ماتش الزمالك وسان داونز اللي هو كسب اللقب في هذا الموسم الماتش اللي كسب فيه الزمالك 3-0 والزمالك كسب هنا 1-0 بس انا التقيته هناك في جوهانسبرغ. تمام. الراجل شديد التواضع محترم جدا بيتحدث بادب وشياكه جدا ويتحدث يعني كده يعني بروح ما فيهاش تعالي حتى بعد الماتش بعد ما كسب الزمالك 3-0 احد زمايلنا الصحفيين ساله لو اتعرض عليك تدرب الزمالك في مصر تيجي؟ ده امل كبير جدا وطموح ان انا ادرب فريق في مصر فريق كبير اي فريق في مصر بهذا الشكل وهذا الحجم اقدر ادربه. فالراجل عنده رغبه وعنده طموح ان هو يدرب فرق كبيره وفرق مصر يعني مصر بالنسبه للقاره الافريقيه قيمه كبيره جدا وانت انجازاتك كبيره يعني الاهلي زعيم القاره الافريقيه ونادي القرن وعنده 8 بطولات مش موجودين عند اي حد موجودين في القاره يعني المنتخب المصري برضو عنده بطولاته 7 القاب موجودين فمصر معروفه بقيمتها ومعروفه بقدراتها معروفه بحجمها الكروي على مستوى القاره الافريقيه. البعض بيحاول بيقول لك مدرب من جنوب افريقيا على فكره يا جماعه جنوب افريقيا دي من دول العالم الاول ايوه يعني من ما لا لا انا مدرب محترم لا 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 واحد بيقول لك ايه يا كابتن واحد بيقول لك من افريقيا على فكره جنوب افريقيا دي في حته ثانيه غير افريقيا تحتها طبعا يا استاذ جمال وحضرتك تعرفها يا كابتن يعني اكيد يعني دوله متقدمه جدا ومتطوره وغير جدا وغير كده اهم حاجه هو شخصيا كمدرب غير هو السي في بتاعه ايه مدرسته كمان كويسه يعني مدرسته يعني انت كمان مهم انك مدرسته هو ايه انت بتشوف سان داونز بيلعب كوره بيلعب كوره مفتوحه كوره هجوميه كوره تناسب النادي الاهلي بشكل كبير جدا احنا عندنا ثقه فيه وهو عارف ان هو وراه والكلام ده انا قلته ان هو ان احنا ان شاء الله سبورت ليه والجماهير سبورت ليه وعلى أكيد. فكره النقطه بقى المهمه جدا انه مش جاي على اي لعيبه النادي الاهلي عنده من المهارات والمواهب والخبرات اللي ممكن يحصل بينه وبينهم التجانس ده في وقت قليل يعني اقصد هم هيساعدوه اكيد لعيبه النادي الاهلي هيساعدوه لان احنا عارفين كمان هو اكيد النادي الاهلي واللعيبه هيساعدوه فنيا وعلى المستوى ان شاء الله الطموحات باذن الله اكيد ان شاء الله كلنا طموح واحنا في سبورت ليه ويعني في نهايه فقرتنا طبعا جزيل الشكر استاذ جمال نورتنا وشرفتنا استاذ محمد نورتنا وشرفتنا سعداء بوجودنا معاك ربنا يخليك شكرا ليكم فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نستنى الكابتن الكبير عصام عبد المنعم.